بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما أخذنا الوايل لوب وعرفنا كيف بتشتغل وأخذنا مثال عليها ومثال وضح الفكرة منيح، هسا بدنا نيجي نشوف الإشي الجديد في اللوبس اسمه دو وايل لوب. فهذا من نوع من اللوبس اسمه دو وايل. من الاسم أول إشي دو بعدها وايل، يعني أول إشي بتعمل الكود، بعدها بتفحص الشرط. في الوايل لوب العادي مثلا كان وايل لوب وايل إشي معين، فكان يفحص الكونديشن، إذا الكونديشن ترو بيدخل بيعمل جوا الوايل لوب، إذا الكونديشن فولس خلاص بكمل من بعد الوايل لوب بكمل الكود. تمام؟ بالدوال لا، بالدوال بروح أول إشي بيعمل اللي جوا الدوال لوب أول مرة، بعدها بفحص الكونديشن، لو الكونديشن اتحقق برد برجع بنفذ كمان مرة، وبعدها بعد ما يخلص المرة الثانية برد بفحص الكونديشن، برد لو اتحقق بكمل كمان مرة، وهيك على ما يصير هذا فولس بكمل الكود عادي. فبشكل عام الفرق بين الدوال والوايل انه اول مرة خاصة ما بفحص الكونديشن، يعني اول مرة بتنفذ الكود اللي جوا الدو وكأنه كود عادي بدون كونديشن، عبين ما يصل عند الوايل لو بفحص الشرط. فهو فعليا اول خطوة هاي بدون كونديشن، الوايل لو كانت اول خطوة مع كونديشن، هذا اول خطوة بدون كونديشن. فاحيانا كثيرة تعطي ستيب يعني إيتريشن أكثر بمرة الدوال عن الواي. فعشان نتأكد بس إنه هيك بمشي بدنا نعمل إشي بسيط، مثلا هيك برنامج لو كان integer x بتساوي 0 وعملنا له دو print if، مثلا لو x أقل، لو x مدام x أقل مثلا من 5 اطبع x، وشو بيطبع 0 1 2 3 4، لانه اول مره x تساوي 0 بيمشي، طبعا فيش كونديشن ها، بيمشي بقول print f للزيرو، بعدها بفحص هل الزيرو او نيجي نقول x بلس بلس في الاول، بعدها بخلي ال x بتساوي 1، فهل الواحد اقل من 5؟ اه، اول شيء طبع الزيرو، بعدها الواحد اقل من 5 اه، فبرد بيرجع بيطبع الواحد، برد بيزيدها بتصير 2، 2 اقل من 5 اه، على ما يصل ل 5، اقل من 5 لا، فبكمل الكود. فبطبع عن 0 ل4، خلينا نتأكد من 0 ل4. تمام؟ بس عشان نعرف أهم يعني الفرق بينه وبين الوايل، لو حطينا كونديشن يعطيني فولس من أولها، يعني x أكبر من 0، هل 0 أكبر من 0؟ لا، بس مع هيك راح يطبع الأول مرة اللي هي راح يدخل على اللوب بهذا الشكل، راح يدخل x بتساوي 0، فأول شيء بيطبع x بيطبع 0، بعدها بروح بفحص هل 0 أكبر من 0؟ لا، معناها بيطلع من اللوب بكمل بحط ريتين 0 خلصت، فبيطبع 0. عشان برضو نتأكد نعمل run، إيه هي طبع 0. تمام؟ لو نفس الكود كتبناه باستخدام الوايل لوب اللي هو هيو x بتساوي 0 وبعدها while انها x اكبر من 0، طبعا هذا الكونديشن فولس، وبعدها print if، يعني لو كانت 0 اكبر من 0 print، طبعا 0 اكبر من 0 فولس، فراح يطلع فعليا من اللوب، راح يفحص هذا الكونديشن لو كان فولس فراح يطلع من اللوب ويكمل الكود اللي هو return 0، يعني خلص البرنامج. بهي الحاله مش راح يطبع شيء، المفروض يوم نعمل run ما يطبعش. فهو تمام، فهو نفس المعنى للتو لوبس، بس اول لوب لانها اول كنا اول ايتريشن ما بتحسب حساب لكونديشن فطبعت الزيرو، هاي اول ايتريشن حسبت حساب للكونديشن فما طبعت من مره. فهذا فرق صغير بين الوايل لوب والوايل لوب، تقريبا هذا الاشي. وعادة في واحنا نكتب برنامج غالبا نستخدم الوايل لوب، يعني اكثر الاستخدام على وايل لوب، لانه برضه الوايل لوب يمكن استخدام، يعني يمكن عملها باستخدام الوايل لوب حتى. بس كان يعني مهم انه نلفت انتباهكم انه في اشي اسمه دو وايل لوب وكيف تشتغل بشكل عام.
فان شاء الله تكون وصلت معلومة الدوايل، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية بنشرح اشياء ثانية ان شاء الله تكون قيمة.